الآن يعني خرجت الحمد لله من منطقة الخطر بإذن الله، بفضل التدخل أولا ديال الأطباء بن سينا وكذلك أطباء المستشفى العسكري الرباط. تم إلى حد ما وضع واحد حديد بلاتينيوم باش بلأم يتلتأم الكسر اللي عندي في الفخذ ديالي، لأنه فخذ شوية مركب. الآن بقي مكان وطاش لرجلي، يعني لم أستعد يعني السير عليها، والذراع الأيسر يعني خصوصا المرفق الأيسر فكان فيه كسر، يعني شوية مركب، والحمد لله أنه تم السيطرة على الوضع بوضع مادة الحديد كذلك في المرفق، والحمد لله الآن أخضع للتروية الطبي. كاين هناك واحد العناية يعني كمعظم يعني النزلاء هنا في المستشفى، يعني كاين عناية ديال الطاقم الطبي وديال الإدارة الحمد لله، وشكرا حتى للسادة الوزراء ممتلي حكومة صاحب الجلالة، يعني ممتدين في شخص السيد وزير الثقافة كما قلت يعني السيد محمد أمين الصباحي، وكذلك وزير الصحة بروفيسور حسين وردي اللي كانوا يعني صاروا التحرك في الأول يعني مجرد وقوع الحادثة وعلمهم بها. وكذلك أشكر كذلك زيارة السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، وكذلك أشكر الناس يعني لدعواتهم التي أكيد أنها يعني ردت القدر إلى حد ما، أنه خلت الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بعبد ربه. يعني كان دعوات كثيرة وكانت واحدة يعني كثير ديال الناس يعني كتجيني أصداء من على جميع يعني في التليفون بالإنترنت، العائلات الأصدقاء اللي كيجيو يزوروا، يعني الناس كانوا معبئين إلى حد ما في هذه المسألة من أجل يعني الدعاء لعبد ربي من أجل نجاته، الحمد لله وأشكرهم على ذلك.